قلبه يتمنى. كاين يروح لحلمه واحيانا كاين اللي حلمه يجي له. كامل على بالنا بلي التكنولوجيا تقرب المسافات وساعات تقدر تحقق الامنيات. في هذا البرنامج راح نحاول نحقق امنيه اطفال يلاقيوا صعوبات صحيه او اجتماعيه لتحط حدود لاحلامهم. راح نعيشوهم تجربه مختلفه ونهديو لهم رحله الى عالم الخيال. اهلا دعاء. اهلا. صافا؟ صافا. ماكيش حشمانه؟ لا لا. هيا بيا. شحال فيها عمرك دعاء؟ 11 سنه. ونورمالمون طلعتي سنه اولى متوسط. ايه. وصافا؟ صافا. صافي فرحانين بيك في الدار. ايه. فرحتيهم. طلعتي من السنه الخامسه للسويان. ايه. تري بيان. بصح انا اليوم راني حابه نرسم. ترسمي معايا؟ ايه. واش نرسم؟ نرسم الجبال. تحبي الطبيعة؟ ايه. خلاص. واما نوع من الجبال واش فيهم هاد الجبال؟ اما فاصل فيهم ثلوج. شفتي كاش نهار الجبل فيه الثلج قدامك؟ جامي. شوفها غير في التلفزيون. غير في التلفزيون. اوكي. خلاص نعطيك ترسمي، نعطيك ورقة بيضاء. صافي نرسموا الطبيعة بين زوج من هنا نرسم معاك. مام هادو يلونوا ويرسموا إلى حبيتي. في درتي جبال خضراء لانه لونها الطبيعي دائما نصيبوا اشجار الحشيش. اوكي. واش رسمتي دعاء؟ رسمت الجبال والشمس. صافي هادو كامل الجبال، هادي سلسله جبليه وراهم بيوضة باسكو الثلج، صح؟ باسكو تحبي الثلج قلتي لي. وهادي سميشه. صافي رانا في فصل الشتاء. نعم. بعد ما طاحت الثلوج عاود طلت سميشه. شحال تحبي الطبيعه والجبال؟ بزاف. تحبيها بزاف. عندي مفاجاه ليك، نوريها لك. وشنو هادي تابلات؟ انا نشوف لي فوتو. تقدري تمشي هكا وقولي لي واش كي تشوفي. وشنو هادي؟ طبيعه. غابه. طبيعه غابه. اوكي. شكون هذا الراجل ولا شكون اللي يحب هذه الطبيعه؟ وشنو هذا؟ هذه طبيعه جبال وثلوج. جبال وثلوج. مفكروني في كاش حاجه. شكون دوك رسم لي جبال وثلوج؟ انا. تيا صح. ولو كان نقول لك باللي كيما رانا قاعدين نقدروا ندخلوا فيها التصويره ونشوفوا الجبال والثلوج. تأمنيني؟ تمشي معايا؟ زيرو تجربة. يلا الجبال وكنت حابه نروح للطبيعه تاني. كنت بردانه بزاف وحسيت روحي تقوشي راني صح في الجبال. حال عجبني الحال، فرحت فيكم بزاف وحبيتكم بزاف.